تنهنئوا هذا الشهر الكريم جميع المغاربه، وثانيا الزبناء ديالنا ديال الرحال ما تختختها. هذه فرصه لنا اننا تنعاودوا نتلاقاو بالزبناء ديالنا من بعد هذه الجائحه اللي دازت على بلادنا. وكما تتعرفوا الاجواء اللي تتكون عندنا فهي تتكون اجواء عائليه، تنكونوا بحال اي مائده رمضانيه اللي تكون عند المغاربه، فتكونوا عندنا مختلف المأكولات اللي تنحضروهم الزبناء ديالنا، منهم المطبخ المغربي، المطبخ الاسيوي والمطبخ الاوروبي. كما جرت العاده فحنايا فرحانين ديما فما تنشوفوا الزبناء ديالنا من بعد كما قلت الجائحه اللي دازت علينا ديال العامين اللي دازت علينا، فتنرحبوا بهم. وكما هما راهما عارفين الجوده ديالنا، فاول حاجه اللي تنديروا عليها فهي الجوده ديالنا وحراره الاستقبال اللي تنديروا لهم كيل هذا. وحنا متواجدين في البيلوتي في طايتي في كازابلانكا، وعندنا فروع وحدين اخرين اللي تا هما تيديروا المائده الرمضانيه، منها في الرباط ومنها في مراكش. تا هي مرحبا بكم والف مرحبا. تنرحب بجميع المغاربه. كما كتعرفوا ان من بعد سنتين ديال التوقف اليوم الحمد لله كترجع المياه الى مجاريها، والناس كلها كتحاول تبدل الروتين اليومي ديالها، كتبدل الروتين اليومي ديالها اللي كتكون في تجمعات عائليه في الديور. اليوم كيحاولوا يخرجوا ويبدلوا الجو ويمشيوا لبعض المطاعم اللي يعني يحاولوا يبدلوا الاجواء ديال رمضان. وكما كتعرفوا هنا الحمد لله الناس كلها كتبدل الجو، تجي لهنايا لبعض المطاعم مع الاسر ديالهم ومع الاولاد ديالهم، وكت يعني كتستمتع بكل ما يتعلق لا بالنسبه للامور ديال الطبخ لا بالنسبه للامور ديال الانيماسيون اللي كتكون يعني متنوعه. ومن بعد عاود كترجع من بعد من وراء هذا سميتو كترجع الناس للطقوس ديال الصلاه والخشوع لله تعالى.